السلام عليكم ورحمة الله. في لا فيديو هذه راح نركزوا على لا بروبريتي ترانسفورم في السياسة. دونك لا بروبريتي هذه لما نسبيسيفيو لي بروبريتي دوريجين تاع لي زيليمون تاعنا كيما لي دو بوطون هادوما مثلا نقدروا بار لا سويت نابليكيو عليهم الترانسفورماسيون. لي ترانسفورماسيون هادوما واش هما؟ دوك نشوفوا مع بعضنا. عندنا كلكو ترانسفورماسيون راح نشوفوا عليهم امثله مع بعض. دونك باش نمدلكم الامثله راني كريت ان فيشي اتش تي ام ال اللي فيه دو بوطون برك في نفس التكست. بديت لي فيزوز لا كلاس بي تي ان. دونك لا كلاس هادي السيغ اني نعرف لو ستيل هذا لا كولور داريير بلون بلا كولور تاع لي فرونتيير بلا كولور تاع التاكس والحجم تاع التاكس يعني سي دو سويت. دونك اني مزوميها شويه باش تقدروا تتبعوا معايا برك. هي في الاصل يجي كيما هاك وانا زوميتها شويه باش تقدروا تتبعوا معايا برك. وابري عندي الاي دي هذا ولا حطيته باسكو عندي دو بوطون اللي يشبهوا لبعضهم اون برانسيب. راح نابليكي دي ترانسفورماسيون على دوزيام بوطون اللي مديت له الاي دي ترانسفورمد باش نشوفوا الفرق بينه وبين البريمي بوطون باش تعرفوا كل ترانسفورماسيون باردون واش قاعده دير. دونك نبدا اولا. دونك نعرف لو ستيل تاع دوزيام بوطون ترانسفورم. دونك اول حاجه باش نابليكي ترانسفورماسيون نستخدم لا بروبريتي ترانسفورم. دونك في لا بروبريتي ترانسفورم عندي بلوزيور اوبسيون نقدر نحط. اول اوبسيون راح نشوفها مع بعضنا هي الاوبسيون ترانسليت. ترانسليت نقدروا نتحكموا بها في لا بوزيشن اللي ديبلاسي لها البوطون. مي لا ديفيرونس بينها مثلا وبين لا بوزيشن ريلاتيف سي كو ترانسليت راهي تقدر تخدم سور 3 ديمونسيون. دونك نشوفوا امثله. نشوفوا دو ديمونسيون صح بار لا سويت نشوفوا 3 ديمونسيون بعد ما نكملوا لي ترانسفورماسيون سور دو ديمونسيون. دونك ترانسليت نقدر نحط لها دو بارامتر. البارامتر الاول قداه ديبلاسي سور لاكس دي زيكس 50 بيكسل مثلا. البارامتر الثاني قداه ديبلاسي باردون سور لاكس دي زيكراك مثلا واحد ار 1. فوالا دونك البوطون راح يديبلاسي ب 50 بيكسل من اليسار لليمين وبواحد ار 1 من الاعلى للاسفل. نقدر نستخدم ثاني ترانسليت اكس وحدها ولا نستخدم ترانسليت ايكراك وحدها مثلا. لو كان نكتب ترانسليت بارامتر واحد راح يقراها وكانها ترانسليت اكس. دونك كاينه ثاني ترانسليت زاد مي مش راح تمشي دركا ومن بعد نكسبليكي لكم علاه ما تمشيش. طروا دي راح نخلي لها اون بارتي وحدها غير في لا فيديو مش هندير لها فيديو خلاف راح نكملها في لا فيديو هذه بعد. دونك هذه بالنسبه لا ترانسفورماسيون الاولى. ترانسفورماسيون الثانيه هي روتيت. صافي لما يكون عندكم ان اليمون حابين تحكموه تدوروه روتيت نحد باردون مش روتيت نكتبهاش هيك نقول ترانسفورم ومن بعد نحط روتيت. كيف كاين روتيت اكس ايكراك زاد ماشي راح نشوفوهم راح نشوفوهم بعد في 3 دي وكاين روتيت 3 دي ثاني حتى من بعد باش نشوفوها. هنا راح نشوف روتيت وحدها برك واش دير. نمدلها زاويه معينه تدور بها البوطون هذا مثلا نقول الزاويه تاعي هي 20 واش هي نقدر نحدد 20 درجه مثلا والله 20 راديان والله غراديان. دونك الدرجه اللي كانت شويه الدائره المثلثيه اللي قريناها في الليسي قبل عندنا دائره فيها 360 درجه وفيها 2 بي بالراديان وفيها 400 غراديان. دونك لو كان نقول مثلا 90 درجه باردون راح يدور البوطون هذا ب 90 درجه. لو كان نحب نقلبو نقول له دور ب 180 درجه. دونك لو كان نخدم بالراديان راح نكتب مثلا مابيش قداه 3.14 مثلا راديان. كيف راح يدور وكاني كتبت 180 درجه. لو كان نخدم بالغراديان 180 درجه تولي فيها 200 غراديان كل 100 غراديان ب 90 درجه. صدر الزاويه القائمه بالغراديان فيها 100 درجه ما فيها 100 غراديان ما فيهاش 90 غراديان. اوكي دونك نخيروا اي زاويه نديروا بها الروتاسيون تاعنا ويدور البوطون. دونك بالنسبه للروتاسيون دركا كاينه خاصيه خلاف مهمه نقدروا نحكيوا عليها اللي هي ترانسفورم اوريجين. ترانسفورم اوريجين هذه واش الفائده تاعها؟ كاين دي ترانسفورماسيون اللي فيهم نقطه ثابته مثلا روتاسيون. لما نحبوا نديروا روتاسيون لاي اليمون اون كيلكو سورت كاينه بلاصه نحطوا فيها الميدور ونبداو ندوروا. دونك البلاصه هذيك نحطوا فيها الميدور باش نبداو ندوروا المفروض تقعد ثابته. دونك بار ديفو البلاصه هذيك هي السونتر تاع ليليمون تاعك. بار كونتر نقدر مثلا نقول له السونتر يتحرك على روحه باسكو ليليمون هذا درك نديه وين نديه ندوره كيما نحب الروتيت السونتر تاعو ديما يبقى ثابت. نقدر نقول له مثلا خلي الطوب هو اللي ثابت في الحاله هذيا. دونك لهنا النقطه هذه اللي تبقى ثابت. نقدر نقول له خلي اليسار هو اللي ثابت.
في الحالة دي النقطة اللي في اليسار هي اللي تبقى ثابتة، يعني راح يدور بارابور اليسار تاعو ولا بارابور اليمين تاعو. نقدر ندير مثلا بارابور توب رايت، دونك كأننا حطينا الميدور لهنا ودورناه لليمو هذا ب 20 درجة ولا ب 30 درجة ولا بأي زاوية تحبوا انتم. دونك هذه واش نقصدوا بها ترانسفورم اوريجين. لا ترانسفورماسيون الثالثة هي سكيل. سكيل كيف كيف نقدر نحطو فيها الاوريجين، نرجعها بار ديفو نخليها سونتر برك، من بعد نشوفو كيف ماهن كنبدلوها واش يتبدل في سكيل. دونك سكيل نحطو فيها سواء قيمة واحدة ولا زوج قيم. لو كان نقول مثلا سكيل معناتها هي الحجم الطبيعي تاع الليمو تاعي، لو كان نحب نحكم الحجم الطبيعي تاعي ونضربو في 2 راح يجي لي الليمو تاعي الحجم تاعو ضعف الحجم الطبيعي اللي حددته بالهايت والويدث. لو كان نقول مثلا سكايل هذه نحكم الحجم الطبيعي اللي نضربو في 1.1 برك راح يجيني كيما هكا. نقدر تاني نقول نحدد سكايلينغ الاكس وحده والايكراك وحده. دونك في الحاله هذه مثلا سير لاكس دي زيكس راح نضرب الويدث تاعو في 2 بصح الارتفاع تاعو يبقى نفسه. نقدر نخدم سواء سكايل اكس وسكايل ايكراك او بيان نقدر ندير سكايل برك ونحط القيمه تاع اكس هي الاولى والقيمه تاع ايكراك الثانيه. دونك هنا لو كان حط قيمه واحده راح يستخدمها نفسها الاكس والايكراك، لو كان حط زوج قيم مثلا راح يحط القيمه الاولى الاكس والقيمه الثانيه الايكراك. ولا نخدم سكايل اكس وسكايل ايكراك، كندير سكايل اكس 5 مثلا فوالا واش راح يصرى. لو كان نقول سكايل ايكراك 5 راح يضرب في 5 عمودين. السكيلة هي انا يجيني عموما نستخدمها مثلا لما نفوت لاسوري على ايليمون ولا لما نكليك على ايليمون. استادير نقدر مثلا البوطون هذا نقول لما نفوت عليه لاسوري ندير له ترانسفورم سكيل 1.1. دونك لهنا لما نفوت لاسوري على البوطون هذا يكبر. نقدر ثاني نقول البوطون هذا لما نكليك عليه يصغر شوي باش يبان اون ديريت كليك. نقول مثلا بوان بي تي ان، اي بوطون عنده كلاس بي تي ان دو بوان اكتيف. اكتيف يعني لما نكليك عليه نقول له ترانسفورم سكيل 0.9. دونك راح يصغر شويه، ممكن نزيد له اوباسيتي 0.9 ثاني يولي شويه ترانسبارون. دونك نفوت لا سوري لما نكليك عليه يولي شويه ترانسبارون ويدخل لداخل اون كالكو سورت. دونك كيف كيف حتى في نحي عليها الحكايه الاكتيف هذيا جوست باش ندير لك مثال برك. حتى في سكيل نقدر نحدد لو بوان فيكس، يعني نقدر نحدد لوريجين تاع لوبيراسيون اللي راح نديرها. نقول مثلا سكيل باردون ديما نغلط ترانسفورم سكيل 2 دونك نضرب الحجم في 2 مي ابارتير دو كال بوان. مثلا اسكو نحب نبدا من التوب ونجي هاب، دونك التوب يبقى ديما في بلاصتو ويتوسع ابتداء من الاعلى ويمشي، ولا من البوتوم اي انسي دو سويت. دونك نقدر ايديالمون مثلا في الحاله هذه لو نحبوا ما يجيش فوق البوطون اللي فوق منه ما يخرجليش من ليكرون نقولوا بدا لي من التوب ليفت. دونك في الحاله هذه التوب ليفت راح يبقى حاكم بلاصتو والباقي رايح يكبر بالحجم اللي حطيته هنا. دونك لو اون ديفيرونس مثلا ما بين سكيل وانكم تحددوا الويدث والهايت ضربه واحده سيكو سكيل تحكم الكومبوزون كامل تكبر فيه، صادير بالحجم تاع الخط بالويت والهايت بالحجم تاع البوردر بالبادنج يان سي دو سويت. استادير تحكم لي مكامل كيما راه وتكبر، دونك مش كي ماشي سيميلار 100% للهايت والويت. دركا اخر ترانسفورماسيون دو دي راح نشوفوها هي لا ترانسفورماسيون سكيو. سكيو 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 فهمتش علاه ما تخرجش في فياس كود. علاش دونك عادي علاه ما تخرجش باسكو انا غلط. ترانسفورم سكيو فوالا انا اللي غلط مش هو. دونك سكيو هذه نحدد بها زاويه اللي ميل بها ليليمون تاعي. دونك توجو نرجع كلش للسونتر. صافي ليليمون هذا مثلا حبو يميل ب 20 درجه مش يدور يميل فوالا. نحبو مثلا لو كان نحبو الميل يميل زي خلاف نقدر نقولو ناقص 20 درجه. كيف كيف نقدر نحدد الميل على لاكس دي زيكس ولا على لاكس دي زيكس. صافي هنا راه يميل افقيا كوم نقدر نزيد بارامتر خلاف باش يميل عموديا ثاني. صادير نقول له
زيد لي 10 درجات عموديا، دونك يوليو الطوب والبوتوم يطلع. فوالا اون كيلك سورت ولات عندنا نفس لي في تاع روتاي، دونك نديرها 20 من هنا و10 من هنا باش يولي عندنا اي في شويه ديفيرون. دونك لو كان ندير وحده سالبه وحده موجبه بيان سور نولي اون ديريكت ندور فيها برك لي ليمون. كيف كيف نقدر ندير سكيو اكس وسكيو ايغراك، كوم نقدر ندير سكيو وحدها ونحدد الاكس واليغراك ضربه واحده، ولا نحدد قيمه واحده برك وتعتبرها هي اكس. درك نرجعوا لي ترانسفورماسيون 3 ديمونسيون. لي ترانسفورماسيون 3 ديمونسيون باش تقدروا تفهموهم نخدموا بنفس الانستركسيون ترانسفورم بعد، مي فيهم بارامتر زايد مهم بزاف اللي هو البيرسبكتيف. البيرسبكتيف هذا واش هو؟ على اساس البيرسبكتيف هذيا راح يتخدموا لي ترانسفورماسيون كل. دونك البيرسبكتيف هو المسافه سوبوزي بين ليكرون وعينيك، دونك اللي على اساسها راح تشوف لي ترانسفورماسيون. راهي سوبوزي برك بيان سور، ماشي 3 دي تاع صح صديق، كي تتحرك انت مش راح تحرك معاك التصويره، ولكن راح يجينيري لك اون ترانسفورماسيون 3 ديمونسيون على اساس مثلا انك انت بعيد على ليكرون ب 500 بيكسل في الحاله هذه. دونك لما تكون المسافه بينك وبين ليكرون 500 بيكسل، ونقول لك نقول له ترانسليت زاد 200 بيكسل ولا 250 بيكسل، وكانه البوطون هذا اقترب منك بنصف المسافه. لو كان نقول له مثلا 100 بيكسل برك راه قرب لك شويه. دونك على قد دونك تقدر تعتبر المسافه بينك وبين ليكرون 500 بيكسل. لو كان ندير زيرو دونك راه في بلاصتو، لو كان ندير ناقص 50 راه رجع للورا، ولا ناقص 500 ولا ناقص 5000 بزاف مش على كتبت 5000، ناقص 500 صدر راه زاد بعد عليك 500 بيكسل خلاف، دونك يولي تقريبا بنصف الحجم الطبيعي تاعو. لو كان يقترب منك ب 500 بيكسل راح يولي ما يبانلكش، صدر ولا مع عيني قد لو كان دير 499 بيكسل مثلا راح يغطي لك ليكرون كامل بطبيعه الحال. دونك ما قاعدين نشوفوا في والو، نجرب ندي زومي، قاعد ندي زومي في فيس كود، نجرب ندي زومي شويه لهنا نشوف وين رايح. ما قدرتش ندي زومي بما يكفي باش نشوف البوطون. دونك نديرو مثلا 450 فوالا. دونك ها هو البوطون لما زومي تحت 30% باش بان. دونك هذه بالنسبه للترانسليت. ثاني حاجه سي لا روتاسيون. لا روتاسيون اللي ما حكينا عليها قبل، قلت لكم روتاسيون بار ديفو راح نسوبريمي عليا هادي باسكو يديرونجيني بوطون كيما يعاود فاست كيما هكا. فوالا هكا خير، خليها هكا. قلت لكم لما ندير روتيت ببساطه نمدلو 20 درجه مثلا راح يدور بارابور لاكس اللي جاي باتجاهك. دونك استدير راه قاعد يدور بارابور لاكس تاع زاد. دونك روتيت بار ديفو راهي وكانكم درتو روتيت زاد. روتيت اكس دركا واش دير؟ راه يدور البوطون بارابور لاكس دي زيكس، بارابور لاكس اوريزونتال، واكراك بارابور لاكس فيرتيكال. دونك هنا اون دير عندنا اكس اوريزونتال وقاعدين ندورو بارابور ليه. لو كان ندور ب 20 درجه مثلا راح يميل البوطون شويه بالاتجاه الاخر. لو كان نديرو مثلا جو سي با 90 درجه ما يبانش باسكو يولي بلا، طبيعي امر طبيعي، امر طبيعي انه ما يبانش. نديرو 45 درجه مثلا فوالا. دونك اي درجه دروك البوطون هذا راه مايل، اي درجه تشوفوه مايل انتم نورمالمون كل ما تكونوا قراب ليكرون كل ما يبان لكم الميل هذا. منتم ما تقربوا تسخروا راح يكون ميل بارابول البيرسبكتيف هذه. دونك لو كان نقول مثلا لا بيرسبكتيف تاعي راهي ابتداء من 100 بيكسل راح يبان لي مايل اكثر، صدر راني قريب ليكرون كيلك سورت. لو كان نقول البيرسبكتيف تاعي راهي 1000 بيكسل راح تقريبا ما يبانليش خلاص باللي مايل، على قد ما نبعد على ليكرون صدر على قد ما لا روتاسيون هذه اللي في تاعها ينقص. نحطوها مثلا هنا 100 بيكسل برك باش تكون شويه واضحه. دونك هذه روتاسيون بالنسبه للاكس. نقدر ثاني ندير روتاسيون بالنسبه للايكراك راح تكون في الاتجاه الاخر، استدير راح اونديري عندي اكس فيرتيكالك والبوطون هذا قاعد يدور عليه. دونك هذه بالنسبه لاخر ترانسفورماسيون راح نشوفوها اونتر هذه. لا فيديو هذه راح نحبسها لهنا برك. دونك شفنا لي ديفيرون تيب دو ترانسفورماسيون. ابري في لا فيديو الجايه راح نشوفوا كيف نستخدموا une autre
بروبريتي مهمة بزاف حتى هي اللي هي الترانزيسيون. الترانزيسيون هادي تخلينا نانيميو لي ترانسفورماسيون كوم تخلينا نانيميو دي بروبريتي خلال. دونك جي ديسيدي نخليها اون فيديو وحدها خير وراح نتناولوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك لي زانيماسيون كاين دو فاصون، سوا بلي ترانزيسيون سوا بالكي فريم. دونك راح نشوفو لي ترانزيسيون اولا ومن بعد نشوفو الكي فريم. نحبس لا فيديو هادي لهنا وباذن الله نتلاقاو في لا فيديو الجاي.